السلام عليكم. أنا دكتور محمد الفران، أستاذ إدارة المشاريع والإنشاءات كلية هندسة جامعة القاهرة، وبفتخر الحمد لله إن أنا عضو في تيم بام أريبيا مع هذا الجمع الرائع. الهدف بالنسبة لنا، بالنسبة للسلسلة بتاعت الكونستراكشن مانجمنت نيو أيرا، فكرة إن إحنا بنفتح نقاط حوار وتواصل وتبادل المعلومات بشكل مكثف شوية في ساعة أو ساعتين، بعيدا عن الديلي أوبريشن اللي إحنا كلنا مفحوطين فيها طول النهار، ما بين التنفيذ ما بين التخطيط وخلافه. وفي نفس الوقت بنتشارك معلومات معينة ان ناس بره كبير قوي لاستخدام التكنولوجيا بالنسبه لنا في الكونستراكشن فيلد. وده يمكن كان احدى الانجازات العظيمه للفتره اللي فاتت دي، وبالذات ربنا يعفو عننا جميعا في فتره الكوفيد، وفكره الريموت وركينج او ريموت ورك سبيس والكلام ده كله. فبالتالي كان لابد ان احنا نقدر نفتح هذا الحوار مع تيم، وبالذات ان هي الافكار كلها مش بس افكار بعيده المنال، لا دي افكار اوريدي مطبقه واتطبقت بالفعل تقريبا في مصر والشرق الاوسط عموما، زي ما نتكلم عليه شويه، من اكتر من 7 8 سنين. فبالتالي كان لابد من ان احنا فعلا نتشارك هذا الحوار ونشوف ايه الموضوع بالنسبه لنا، هل ليه افاده ملوش افاده، لو ليه إفادة فيه أو تحسين، لو مالوش إفادة إيه اللي هل هو بالفعل زي ما بنستخدمه أو بنستخدم الأفكار كلها بالنسبة لنا، هل بالفعل ليه بروس وكونز، ونتشارك فيها جميعا. بما إن الدراسة في الجامعة الحمد لله مؤجلة، لسه قدامنا تقريبا 20 25 يوم، فبالتالي طبيعي ان انا بحب اتشارك مع فريق بم اريبيا عموما واعضائه اللي بشرف طبعا انا ببقى معاهم تقريبا كل يوم في الايفنتات بتاعتنا كمستمع، وببقى سعيد طبعا بوجودي مع حضراتكم كمشارك بس بالفكرة. سريعا الفكرة زي ما كنا يعني كده زي ما قلت لحضراتكم في الموضوع، بالنسبة لي ده اللي هو ايه الأجندة بتاعتنا النهاردة بشكل أو بآخر. دي القديم السيشن اللي فاتت هو ايه طبيعة تعريفات الكلاود، تعريفات الكونستراكشن مانجمنت، الطبيعي بتاع الكونستراكشن مانجمنت بروسيديورز عموما. والمرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على موضوع البلاننج والسكادولينج وايه تأثيراته، وايه ازاي بقدر اعمله، وازاي بقدر اطبقه، وازاي بقدر انفذه على الكلاود او استخدم التكنولوجيا بتاعت الكلاود التكنولوجي بتاعت الاي اي او الذكاء الصناعي. مضيف طبعا على ده المعضلات الرئيسيه اللي هي موجوده عندنا. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بدات بالتعريف، انا دكتور محمد الفران ما بين كليه هندسه جامعه القاهره وما بين اكاديميه الطيران المدني المصريه طبعا وزاره الطيران، وشرفت ان انا سي او ل شركة زي بلدر أو البلاتفورم بتاع زي بلدر أوف كونستراكشن مانجمنت. والحمد لله واحد عنده شوية اكسبيرينس في مصر أو بره مصر في موضوع الكونستراكشن مانجمنت تحديدا. بس يمكن أنا كنت دايما بفضلها من زمان قوي باستخدام نشوف إيه اللي يقدر يسرع شغلنا ويريحنا، أو مش هقول يريحنا، يخليني بشتغل مهندس أكتر منها داتا شيتس وخلافه، ويزيد الاستخدامات اللي فيها. مبدئيا هو ايه زي بلدرز؟ زي بلدر ببساطه شديده جدا هو انتجريتد كلاود بلاتفورم مخصوص للكونستراكشن مانجمنت بيزد على البم والكلاود والاي اي تكنولوجي. الافاده فيها زي ما انا قلت لحضراتكم كانت الفكره كلها من حوالي 10 15 سنه تقريبا،
انا وبعض الاصدقاء زي حضراتكم كده شغالين في هذا المجال، وكلنا الحمد لله كان طلعنا عينينا زي دلوقتي بالظبط، بس يمكن كان اسوأ شويه، على فكره ان انا ازاي بقدر ادير مشروع واجمع البيانات بتاعته واخد القرارات بالفعل as a decision making on time، مش متأخرة بالشهور أو بالأسابيع عن الميعاد الطبيعي، بحيث إن أنا ألحق دايما أعدل المسارات بالنسبة لي بتاعة القرارات السريعة في الكونستراكشن في أسرع وقت. ودي كانت مشكلة، فبدأت ساعتها كانت أفكار بقى فكرة الكلاود والبيم بدأت تنتشر الشرق الاوسط تحديدا. طبعا احنا كنا شغالين، بدا يخش في بعض المشاريع في مصر والشرق الاوسط من 2004 2005، وكنا احنا الحمد لله من اوائل الشركات اللي بتشتغل بيه وبتحاول تستفيد منه. من هنا جت بدات الافكار، طب ايه النيو تكنولوجيز اللي كانت لسه ساعتها براند نيو، الكلاود ما كانش لسه منتشر بشكل كبير قوي، وفكره الاي اي كانت ساعتها بيسموها نيورال نتورك او الفوزي كنترول بتفاصيلها، وبدايه ظهور الاي اي بالتفاصيل اللي احنا وصلنا لها هنا، وازاي يقدر يسهل لي شغلي كراجل بشتغل في الكونستراكشن تحديدا. الحمد لله معانا ما يقرب من حوالي 14 دولة بتشتغل في المشاريع بتاعتنا باستخدام أو بتدار المشاريع بتاعتها باستخدام زي بيلدر. حاليا معانا حوالي 25 أكتف بروجكتس، من ضمنها الحمد لله كلها ميجا بروجكتس زي أبراج العلمين، مبنى وزارة الخارجية، مبنى جامعة الملك سلمان، جامعة العلمين، اللي فيها أربع خمس بنوك مباني الحمد لله بنعتبرها من الميجا بروجكتس اللي احنا بنشتغل بيها. تمام. انا كده كده حد كان بيسال، باشمهندس احمد كان بيسال فكره ان انا الخص المحاضره، انا بالفعل كنت حاطط تلخيص سريع ليها هنا باشمهندس احمد عشان برضو نبقى متابعين، لان هي مبنيه الموضوع على بعضه. أول حاجة بالعربي، هي الفكرة كلها إن أنا بدل ما أنا كل واحد فينا في الشركة بتاعتي كشركة مقاولات بضطر إن أنا بجيب، لو أنا بستخدم أوتوكاد، لو أنا بستخدم تكلا، لو أنا بستخدم إكس واي وزي من الأبلكيشن، فبضطر أجيب أو ورك ستيشنز بتبقى قوية جدا والسبيكس بتاعتها عاليه جدا، وبجيب لها سيرفرات في نص ونتورك وشيرنج وخلافه. لا، زي ما كنا اتكلمنا المره اللي فاتت، لا، الموضوع كان من حوالي 15 سنه تقريبا بداوا يتجهوا ليها بدايه خالص، اللي هي فكره سنترلايزد انفراستراكشر بشكل او باخر، اللي هو تبقى لها انفراستراكشر داتا سنتر كبير قوي والناس كلها بتخش تاخد شيرز بس منها. ده انا عايز كمبيوتر بمواصفات كذا، ده انا عايز سيرفر بسبيكس كذا. الموضوع اتطور بسرعه جدا، لان طبعا كانت مش كمان بتحط او بتعمل اي تي بتاعتها بشكل قليل، لا، ده كمان بدات تحط عليها الابلكيشن بتاعتها، بدأت تبرمج عليه حاجات معينة وسوفت ويرز معينة، وبدأنا نرفع عليها الابلكيشنز بتاعتنا كلها، بحيث ان الابلكيشن نفسه يبقى شير. لو حاجة مثلا زي الريفت ما بقتش محتاج ان انا اجيب بروسيسور عالي عالية، لو انا بستخدم مثلا برامج فيها جرافيكس قوية شوية، لا، ده بقيت بحط عليها الابلكيشن. بدأنا نخش في تفاصيل كتير قوي، طب هي الابلكيشن بتشتغل كأنها كمبيوتر، فدخلنا في فكرة السيرفيس والساس وخلافه. طيب، هو الصوت كده واصل ولا بيقطع؟ عشان برضو انا لقيت فيه هو اتنين في تقطيع بسيط، من الزملاء بي هو في تقطيع. طيب هحاول اعلي، ماشي، هحاول اتشك عالي برضو وانا معاكم. بس فمن هنا بدأ الموضوع يتحول مش من هو انفراستراكشر بس، لا، ده بلاتفورم. بدأنا نحط بقى
هو أعلى اللي هو فكرة الابليكيشن ان انا اقدر احط سوفت وير لايرز وسيرفيس لايرز عشان حاجات الكومرس او الكاستمر يوز مش ده. ودي كان بالنسبه لنا الحمد لله سابقه ان احنا بدانا ناتيك فكره ان احنا سيرفر تبع امازون معانا وهو تبع ازور في مايكروسوفت، ان احنا بنحط كومبوننتس تسمح بالكونستراكشن في الموضوع. تاني جزء اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت وسريع من حاجة ثانية واحدة. طيب هجرب بس حاجة تانية عشان نشوف موضوع الصوت وقولوا لي إذا كان الصوت كده هيبقى أحسن ولا لأ. تمام يا مسهل، برضو ودينا مع بعضينا بنتابع نشوف الكونكشن لذيذ. طيب بدأنا نتكلم في المرة اللي فاتت برضو هو يعني construction management أصلا، إيه functions اللي احنا بنعملها ككونستراكشن مانجمنت، من ضمنها طبعا موضوع الكوردينيشن والبلانينج والسكاديولينج والبرشيسينج والسوبرفيجن والكوست كنترول كواليتي سيفتي كونتراكت ادمنستريشن كليمز اناليسز وأفويدنس. ما شاء الله يعني فانكشنز عندنا كتير في هذا المجال كمجال الكونستراكشن مانجمنت وانجينيرنج. دخلنا في الانجينيرنج اكتر، فدخلنا في الكونستراكتابيليتي والسيكونس ستادي فاليو انجينيرنج الاركشن دايجرامز والسيرفي واللاي اوت والبريبريشن والشوب دروينج، ثم اللي برضه بتندرج تحت الكونستراكشن مانجمنت هو الاعم بشكل كبير قوي، هي فكره اداره المشروعات والمقاولات زي ما احنا بنسميها والمنشآت فيها. تمام الحمد لله كده صوت واصل للجميع. فكرة الكوربوريتيف مانجمنت والاستراتيجيك بلاننج والماركتنج والبزنس ديفلوبمنت حتى في الكونستراكشن مانجمنت والبابليك ريليشن في حالة المشاريع العامة وتأثيرها بالنسبة لنا عامل ازاي. برضو اشرنا ان احنا معانا ما لا يقل عن 12 ستيك هولدر، لازم كل كونستراكشن مانجر يبقى عامل حسابه وعامل وواعي كويس هو بيتعامل معاهم ايه وايه الاحتياجات بتاعتهم، من الاونر للديزاينر ككونسلتنت للجنرال كونستراكتور اللي شغال معايا او الجنرال كونتراكتور للكونستراكتور كونستراكشن مانجمنت بورد اللي بتبقى موجوده معايا للسبلايرز والفابريكيتورز الناس اللي بتشتغل معايا في التصنيع وبالذات في الاتش فاك سيستم او السبلايز اللي انا بجيب الريسورسز بتاعتي الليبورز جفرمنت اليوتيليتيز كومباني. وطبعا كل ما المشاريع بتاعتنا بتكبر كل ما عدد الستيك هولدرز اللي انا ببقى مشارك معاهم بيكبر، وعلى العكس كل ما الدنيا بتقل كل ما الدنيا بتهدى بالنسبه لي شويه، لكن هم دول اللي انا بتعامل معاهم بشكل يومي فيهم، ولازم ابقى فاهم كويس قوي طبيعه دماغهم وطبيعه الاحتياجات بتاعتهم وايه الكونسرن اللي موجود عندهم عشان يقدر فعلا يبتدي يشتغل معاهم. النقطه المهمه واللي بحب اكررها في كل المحاضرات او السيشنز سوري معلش معتاد عليها، بس فكره ان الكونستراكشن مانجمنت تختلف اختلاف كلي وجزئي عن موضوع المانيفاكتشرنج او البرودكشن مانجمنت بخلاف كل التفاصيل، سواء كورك فلوز سواء كسيستمز سواء كسوفت وير سواء كاي حاجه بشكل كبير، لان انا بفتخر زي ما قلت لحضراتكم ان انا كسيفل انجينير صغنن خالص بدأتها زي ما بيقولوا من تحت شكارة الأسمنت كده، بس الحمد لله كنت حابب المجال وشايف فيه بروميسنج. احنا يونيك
بشكل او باخر، واللي يكمل معانا سواء اشتكت فهو شريك معانا في هذه المطحنه، سواء ام اي بي وهو في المشروعات بالذات الاي بي سي او اللي فيها حجم الكتروميكانيكال فهو شريك في هذه المطحنه. فنحن يونيك بالفعل، مفيش حد شبهنا ومفيش حد يقنعني بشكل او باخر ودفند عليها ان البروسيس بتاعت الصناعه او الورك فلو بتاع الصناعه كمانيفاكتشرنج زيه زي بالظبط اي زي الكونستراكشن مانجمنت. لا، احنا كل مشروع له منتج مختلف، له مكان مختلف، له خطوط انتاج مختلفه، له ريسورسنج مختلفه، له سكادولينج مختلف، له كل حاجه مختلفه عنها. احنا بنشتغل ما يسمى دائما زي ما بقولها كده في الفوضى الخلاقه اللي بتتطلب من كل واحد فينا ان هو فعلا يبقى صاحي جدا وبيبقى واعي جدا وبيبقى حجم الاوبريشن زي ما انا كنت لسه بقولها لكم في بدايه المحاضره، حجم الاوبريشن ايشوز اللي احنا بنحلها كل على حده على حسب موقعه وشغلته ودولته. وزي ما قلت لحضراتكم احنا الحمد لله بنشتغل في مشاريع، وانا صغير فيهم يعني اللي اشتغلت في مشاريع بره مصر في اكتر من 18 دوله، مش عندنا احنا هنا في مصر بس باختلاف، او في الشرق الاوسط حتى اللي فيها، لا المشاكل اللي احنا بنواجهها باختلافات بس الويتس بتاعتها هي هي. فمحدش يقنعني باي شكل من الاشكال ان الورك فلو او الناس اللي شاطره في اداره الصناعه او عمليات الصناعه تقدر تدورها هنا، طبعا نتيجه الاسباب دي كلها واللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت بالتفصيل. طيب فبدانا نفكر فعلا زي ما انا كنت قلت لحضراتكم من حوالي 10 15 سنه، دي اي شركه مقاولات كجنرال كونتراكتور بشكل او باخر، كاونر بروبرتي تحتيه بعض الحاجات دي، الادارات المعتاده اللي موجوده في اي شركه مقاولات على مستوى الكره الارضيه كلها، بيدنج الاداره الفنيه او التسعير، بلاننج تخطيط ومتابعه، سايت اكسكيوشن اللي هو بيسموها العمليات او تنفيذ المشروعات، سبلاي تشين الاحتياجات، تكنيكال اوفيس المكاتب الفنيه اللي خاصه بيها، بروجكت كنترول سلاش لين، ودي بدات تخش فعلا في بعض كثير من المشاريع او الشركات دلوقتي، ثم التوب مانجمنت اللي دايما بيقعد يصوت لنا لا ما نفذناش، لا ما سلمناش، لا ما عملتليش المستخلص، ثم البروجكت مانجمنت هو ده المفروض. طبعا زي ما انتم شايفين حجم الريليشن وحجم الانتر اكشن اللي ما بين الادارات وبعضها وما بين المعلومات المتداوله اللي ما بينهم بتخلي المشروع نفسه يختفي من حجم هذا التداول البشع للمعلومه، فبالتالي بقت المعلومات نفسها بتفقد بشكل فظيع جدا. وده اللي احنا فعلا يعني كنا حاسين بيه كلنا وما زلنا حاسين بيه في بعض المشاريع كتيره اللي بتشتغل بالتراديشنال واي زي ما هو، لغايه ما طلع ما يسمى بسير ايجن ده 2005 تحديدا، هو كان بنعتبره السبارك بتاعت فكره استخدامات الكلاود في الكونستراكشن عموما، وهو كان السبارك بالنسبه لنا ان هو بيقول ان نتيجه المس كوميونيكيشن دي كلها، فبيبقى عندنا ليكج اوف كوميونيكيشن، كلنا جزر منعزله كل واحد في الحفره بتاعته زي ما بيقولوا، وطلعان عينه بيلحق يسد على الفجوات بتاعته، فالمعلومات كلها مش بتتبادل. انا عارف حاجه لو انا خدت اجازه او لو انا بعد الشر لا قدر الله تعبت شويه او حاجه، المعلومه فقدت وما بقتش متواصل مع الباقيين. طبيعي ان الناس لازم بقى حاطين في فكره هيومن ايرورز، بالذات لو ما فيش اي جايد لاينز، ما فيش اي كونسترين ويكونترول عليا، حتى لو في ريفيورز ورايا وشاطر واشطر مني وكل ده، بس اخطاء بشريه كلنا بنقع فيها. بس لما ببقى حاطط كونسترين او جايد لاينز او فاليديشن تولز وويز، طبعا ده بيفرق كتير قوي، بيقلل الاخطاء البشريه. وكان احدى الاخطاء الشهيره اللي اتكلمنا فيها حتى مع حضراتكم في المرات السابقه اللي هو سعر طن الاسمنت بدل ما هو يتحط مثلا ب 1000 جنيه اتحط ب 100 جنيه، اضرب بقى هذا الخطأ البشري في قد ايه، طبعا في كميات مهوله، كان مخسر الشركه ساعتها مثلا ما يقرب من 50 60 مليون جنيه في مشروع صغير جدا يعني اللي فيها. وفي الاخر ده خطأ بشري لم يعني نتيجه الارقام الكتير ونتيجه عدد البي او كيو ايتمز الكتيره جدا والريسورسز المستهلكه فيها بعنف، خطأ بشري طبيعي جدا ممكن يودينا او يكلف الشركه فعلا ارقام كتير قوي.
غير كده كمان كانت مشكلتنا كلها ان كل اداره من دول او كل ديبارتمنت او كل فانكشن بتحتاج هيز اون سوفت وير اللي هو بيدفعني فيري اكسبنسيف بانش اوف لايسنس كل سنه، بحط قوسين الطبيعي مش اللي احنا بنتعامل معاه. لو في مشاكل طبعا نتيجه السبورت او الكلام ده كله، الاسوأ ان كل سوفت وير من دول بيشترط عليا ليفل من الهاردوير سبيكس بيبقى عالي جدا، فبالتالي بتبقى مشكله ان انا عشان اخش على مشروع جديد بعمل له مرحله الموبلايزيشن، فبحط له حجم ما شاء الله من الريسورسنج كهاردوير ومن الريسورسز كسوفت وير لايسنس خارقه للعاده، بتبقى ليها فاليو فيها. وغير كده كمان نتيجه الليكج اوف كوميونيكيشن اللي بنتكلم فيها، الداتا زي ما قلتها لحضراتكم انفصلت عن بعضها، فبقى كل واحد عنده المعلومه، مش عارفين نركب المعلومات على بعض عشان اقعد اركبها. دي حصلت معايا في مشاريع كتير انا على المستوى الشخصي، ان انا حاليا احنا في اخر شهر واحد كنت براجع على الداتا بدايه شهر 11 اللي فات في احدى المشاريع العملاقه، يعني بلا داعي ذكر الاسماء. ليه؟ طبعا اكتشفت بلاوي ساعتها، طب انتوا ما عملتوش ليه؟ طب ما حضرتك، ما احنا عقبال ما جمعنا الداتا وقفلنا الشهر وعملنا الشيتات وبعتنا مش عارف ايه، كان عدى عليها شهرين، كان في مشروع مش في مصر بس عشان الناس، كان مشروع في غانا وكانت احدى الشركات المصريه ما شاء الله القويه اللي كانت شغاله فيه، واحنا كنا داخلين معاهم كونسلتنت اوف بروجكت مانجمنت. فطبعا كان اللي حصل حصل خلاص، بقيت كل الموضوع احنا بنطفي حرايق زي ما بيقولوا، اللي هو حصلت مشكله من شهر من اسبوعين من ثلاثه، بس خلاص انت ما مش شايف الداتا بتاعتك اون انستنت بيز، فبالتالي انت القرارات بتاعتك بقت قرارات لقدام مش قرارات لورا. اللي ورا حصل اللي حصل حصل، وكان الله فيما رزق، يعني بارك الله فيما رزق وخلصت على كده. فده طبعا حجم المشاكل دي من اول ما ايجن سير ايجن ده قالها صراحه لقيناها ان هو جه على الجرح. وبين قوسين سير ايجن كان بيتكلم على الكونستراكشن مانجمنت في انجلترا وفي اوروبا، ما تفضلش حضرته معانا عشان يشرب شاي بطرش الخشب ويقعد على شكارة الاسمنت عشان يشوف بقى الابداع اللي موجود عندنا. الراجل بيتكلم يعني بسكيل تاني خالص، طبعا احنا عندنا السكيلز ألذ 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 بكتير قوي من اللي هو بيتكلم عليها، وان كان كلها بالفعل مشاريع او مشاكل كومن كلنا بنقع فيها. من هنا ولدت فكره زي بلدر، وكان ساعتها فعلا العمل كونفرميشن اكيد على طريقه الحل اللي هو بدايه ظهور ترمينولوجي الاي بي دي او الانتجريتد بروجكت دليفري فيها، وازاي ان المشاريع كلها تبقى فوكس على حاجه واحده، والمعلومات ازاي تبقى انتجريتد. بس ساعتها كان طبعا في مشاكل بالنسبه لنا شويه، اللي هي فكره ان الكلاود ما كانش مهيئ يشتغل على الكونستراكشن فيلد او الانجينيرنج فيلد بشكل او باخر، ان الاي بي دي كانت طالعه كتكنولوجي ترمينولوجي سوري ترمينولوجي بس لسه ما اتحطلهاش داتا ستراكشر وسبيكس والكلام ده كله. فده بدانا نشتغل فيه مع شركات شقيقه اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم في بدايه هذه المحاضره، ازاي نقدر نبني من ارض الواقع على مستوى الوطن العربي، على مستوى افريقيا، على مستوى الامريكتين اللي احنا برضو بورتنر مع كذا شركه هناك، ازاي نقدر نبني الاي بي دي داتا ستراكشر اللي تقدر فعلا تخلي كل الادارات دي المعلومات بتاعتها انتجريتد. وساعتها نقدر يعني ايه انتجريتد؟ مش شير، لا ده هي معلومه الريسورس، وهنتكلم فيها بالتفصيل في السيشن بتاعتنا النهارده، معلومه الريسورسنج اللي هي المبيلنج مع معلومه السكادول او الاكتيفيتي ديوريشنز اللي موجوده في البلاننج، مع السعر اللي جاي لي من السبلاي تشين، مع الحصر اللي جاي لي من التكنيكال اوفيس. عرفت اطلع بكل المعلومات اللي انا محتاجها وتبقى ابديتد وانتجريتد. وحته انتجريشن دي اعتقد كلنا عدى علينا هذا المرار الطافح صراحه، بفكره ان لا ده المكتب الفني بعت لي لوح، فبعد ما حصرت جيت احسب الكميات عشان ابتدي اشتغل عليها، لا معلش اصل الاستشاري خد بعت لي لوح جديده فهبتدي نحصل من اول تاني، فابتدي احسب الكميات من الاول تاني. طب لا السكادولينج بالنسبه لي في البلاننج بعد ما حطيت لا انا العقد جاي لي فيه 1000 متر مكعب سيرتيفيكيشن مثلا، فجاه لقيت اللوح بعد ما حطيت البلان بتاعتي وظبطت الكريتيكال بوست وعشت حياتي عيشه كامله، لا ده كميه الاكسبكتيشن
طلعت 2500 متر مكعب وعليهم بتتغير كل شويه، فبعيد فبنقعد نعيد شغلنا كلنا بناء بقى على اختلافات الوضع السورس يعني او الديستربنس اللي موجود عندنا، فبتكون النتيجه الطبيعيه ان احنا 99.9 من وقتنا بنعيد الشغل و0.1% هو اللي المفروض نعمل الشغل. بفكره الاي بي دي وفكره الكلاود وفكرة إن إحنا عايزين نشتغل مهندسين ما نشتغلش ريبيتد وورك بين قوسين، من هنا ظهرت فكرة إن إحنا طب ما إيه المشكلة إن إحنا نحط كل اللي إحنا بنعمله أز ريبيتد وورك بشكل تفصيلي وهندسي ومعلوماتي بشكل كبير قوي، وحد قادر بشكل أو بآخر. لما أنا كنت بجيب مهندس صغير ببتدي أدربه على موضوع التسعير بالنسبه لي او كوست استيميشن في البيلدنج، بديله الستبس. طب ايه المشكله ان انا اعلم بشكل او باخر الكمبيوتر واعلم الذكاء الصناعي اللي جوه؟ لا، لما يجي لك حاجه تعمل واحد اثنين ثلاثه او تسهل لي كذا او تسرع لي كذا. من هنا فعلا بدات تظهر فكره زي بلدر بوجود الاي بي دي ووجود الكلاود وبناء حجم الداتا ستراكشر او الداتا سبيكس زي ما احنا بنسميها اللي موجوده فيها. الفايف فاونديشنز او الفاونديشنز بتاعتنا زي ما قلنا الانتجريشن بيزد على الاي بي دي، الكلاود، البيم، سكيورتي عشان احافظ على الداتا بتاعتي، والبيج داتا والاي اي واستخدامات الذكاء الصناعي او تطبيقاته بشكل واضح في مساعدتي انا كبني ادم فرد طبيعي خالص ان هو تريحني ان انا مش محتاج الف ودور كتير على المعلومه، لا هو بقى بيسهلها لي ويعملها. طبعا مع اضافتين اساسيتين بالنسبه لنا اللي هو الكستمايزبل والكومباتبيلتي. فكره الكستمايزبل دي نقطه بالنسبه لنا مهمه جدا. احنا بشكل او باخر كل شركه كل كيان ليه توجهات وليه افكار وليه طرق ادارته لهذه المشاريع وليه حجم الداتا اللي هو بيبقى محتاج يشوفها. انا واحد من الناس كنت بتخنق خنقه سيئه للغايه جدا مع ايا كان البلاتفورم بالنسبه لي، يقول لي لا انت بتاخد البلاتفورم زي ما هو ما تقدرش تغير فيه. طب انا عايز اغير الورك فلو، عايز اغير الداتا، محتاج بيانات اكتر، محتاج لا ما اخش بقى في سكه الكستمايزيشن وسكه سيئه للغايه، لان هو كان بيبقى موجه بشكل كبير قوي على موضوع الصناعه اللي هي اوريدي البروسيسز فيها متكرره، اوريدي المنتج فيها شبه موحد، اوريدي خطوط الانتاج ثابته، الموقع ثابت، التفاصيل دي كلها ثابته بالنسبه له، فالكستمايزيشن ما كانش فيه مشكله. لكن احنا ما شاء الله احنا حواه عشان بنعرف نشتغل كل مشروع بمواصفاته، فبالتالي لا ده كان احدى الكريتيكال كاتيجوريز اللي احنا او الفاونديشنز اللي احنا كنا بندرجتها ان الموضوع يبقى كاستمايزبل، واقدر بكل شركه تقدر تغير بشكل ما الورك فلو او الداشبوردز او الريبورتنج سيستم بشكل سريع. طبعا الكومباتيبلتي هو التعاون مع باقي البلاتفورمز الموجوده عندنا. طيب ده الفاونديشن الرئيسيه، لكن لما باجي اتكلم بقى انزل ديجنج بقى بيورلي فور كونستراكشن مانجمنت لازم يبقى عندي 5M فاونديشن، 5M element و5A اكشن. لازم عشان اقدر فعلا اقول انا قادر ادير كونستراكشن بروجكت بشكل او باخر، فانا لابد ان انا ابقى حاطط قدامي ال 5M elements دي اللي هو من ماتيريال ماشين ماني اند مينيت. وفي نفس الوقت كل واحده من دول لازم اقدر اعمل لها بلاننج ومونيتور وكنترول بيزد على الانستنت مونيتور اللي احنا بنعمله، واوبتمايز ما هي مرحله اللي جاي واحده بالكنترول الحالي مش بعدها بشهرين وفاجئ ان في مصيبه حصلت في الموقع واحنا ما نعرفش، او اتطرمخ عليها، او عقبال ما جمعت البيانات وجات لي فكانت الدنيا عاصف. اوبتمايز ده انا ببص كمان للمستقبل ازاي اقدر اوفر بيزد على الاكشنز اللي باخدها دي كلها اللي فاتت. ثم فوركاست مش بنقول نتنبأ بس بنقول اكون رؤيه اخلص المشروع بتاعي ده امتى وبتكلفه قد ايه، وبالتالي بين قوسين بخساره مش مكسب بخساره قد ايه عشان نقدر نشوف. وطبعا الفايف ايز دي كلها بتبقى طول ما انا ماشي في المشروع هي شغاله معايا، ولازم ابقى شغال عليها على الفايف ام elements اللي موجوده ده. طبعا دي مصفوفه صغننه كده فيها 25 تشيك ليست زي ما احنا بنسميها، بنحط لها وكل واحده الاكشنز بتاعتها بنقدر نظبطها ازاي ونقدر نشتغل عليها ازاي بكل التفاصيل.
ده بعيدا زي ما انا قلت لكم، بعيدا ده اللي هي الكور اوف كونستراكشن مانجمنت او الايديال كونستراكشن مانجمنت. عشان امشي بالخمسه ام بالفايف اي اللي احنا بنتكلم فيهم، نرجع بقى على ارض الواقع اللي فيها ايه الداتا بلوكس اللي لازم تبقى موجوده عندي، عشان زي ما انا جيت بتكلم مع حضراتكم كل واحد فيكم حط نفسه كده، انا الكونستراكشن مانجر بتاع مشروع كبير اللي هو الليفل ما بعد البروجكت مانجر كمان، او منطقه ايريا معينه زي العربين، زي العاصمه الاداريه، زي نيوم، زي كل اللي هي فيها جروب اوف بروجكتس، ميجا بروجكتس. فلازم يبقى عندي عقود وبنود المشروعات التعاقديه، البرامج الزمنيه، حركه المعدات، تعاقدات مقاولين الباطن والمستخلصات بتاعتها، مراقبه العماله، حركه الخامات والاصول، حسابات المشروع، حجم الاعمال المنفذه والاي ارات ما بيني وما بين العميل، وان وجد. وطبعا دي اتس فيري ميجا بلس بوينت، وهنشوف ازاي بنقدر فعلا نستفيد منها. وده كله مبني على ما يسمى بالكوست كود الموحد للشركه او الكمباني كود، اللي احنا بنشتغل باغلبيتهم بيزد على السي اس اي، سواء 16 فورمات او 16 ديجيت او 48 ديجيت بكل انواعها، او كاستمايز توتالي كاستمايز، مالناش اي علاقه بيه. حط كل شركه تقدر تحط الكوست كود او الكمباني كود بتاعها، ثم طبعا الفاينانشال اكاونتنج كود ده عشان يطابق زي ما بيقولوا مع البيانات الماليه والبي ام ال والداتا شيت وهكذا. مين المشاركين الحقيقيين اللي معانا؟ كل فرد بدايه من امن المشروع نهايه بالاداره العليا وسي او، فهو مشارك ببيانات ومشارك بداتا تو بي اكسبوزد على حسب الليفل بتاعه او خلافه. مرورا زي ما قلت لحضرتك، كل الاطراف حتى زي ما قلناها بدايه من الحسابات وخلافه، ليه؟ عشان كل واحد بيحط واحد سطر زي ما بيقولوا اللي فيها، عشان يقدر كل واحد بيحط المعلومه بتاعته، وبتبقى وظيفه الزي بيلدر والاي بي دي والكلاود والحاجات دي كلها ان هي تجمع بقى الداتا دي كلها وتقدر تشتغل بيها وتطلع بكل ما هو داخل في هذه المنظومة أو داخل في هذه الإدارة للمشاريع، بأن هو يقدر بالفعل يشوف البيانات بتاعته. من أهم الحاجات برضو إن لازم أبقى متابع، أو فكرة الكونستراكشن مانجمنت هي بتبتدي من أول مرحلة التندرنج أصلا، بداية من بنود المشروع والتسعير بتاعها ماشي إزاي، وحط الماستر بلان، ونخش بقى في السكادولينج والديتيلد والاسكارب والكلام ده كله، حتى لغايه ما في مشاريع وفي شركات كتير بدات تطبقها فعلا، اللي هي بالذات البروبرتي ديفلوبرز او الاونر ديفلوبرز، ان انت مش بتخلص بس ان انت خلصت مرحله الكونستراكشن ابسولوتلي، انت بتخش كمان في مرحله اطول منها اللي هي مرحله الاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت، بيزد على كل اللي فات ده. وبالفعل بقت فيه شركات كتير، سوري، مشاريع كتير بقى الاونر بيطلب من حضرتك كونستراكشن مانجرز او جنرال كونتراكتور، سلم لي المشروع بتاعي بكل تفاصيله التكنيكال عشان اقدر اوبريته زي ما بيقولوا. طبعا بخلاف الاسبنت اللي احنا بنسلمه له في الاخر، لا ده كمان وصل لليفل، لا ده انا عايز اقدر كمان اوبريت المشاريع بتاعتي فيما بعد عن طريق الداتا بتاعتك دي كلها، وتسلمها له وتبقى متستفه وخلافه. كل ده اصبح لابد من ايجاد وسيله ليه، وفعلا بدا ينتشر الفتره اللي فاتت بشكل قوي قوي في اخر 5 سنين. طيب نبتدي بقى. كل ده كان مراجعه سريعه عن السيشن اللي فاتت والافكار العامه بتاعتنا. نبتدي نخش في التفصيل، هي اخر سيشن بس بتاعت البلاننج تحديدا. ده ملخص السيشن اللي فاتت كلها. فكره ان انا بما ان انا عندي كلاود وعندي بلاننج اكتيفيتيز، لازم يبقى عندي سي بي ام انجن اونلاين، مش محتاج انزله على ديسك توب، مش محتاج الكلام ده كله، وفولي انتجريتد، وكل الناس اول ما بقى اعمل ابديت الناس كلها بيجي لها نوتيفيكيشن بحصل ابديت، واقدر اشوفها سواء من على الموبايل بتاعي او من التابلت او خلافه. فكره ان انا اقدر اطلع الاس كيرف ابديتد وانتجريتد اس كيرف بناء على الريسورسز الموجوده عندي في البي او كيو ايتم، وهنشوفها بالتفصيل.
اقدر الناس بتوع التكنيكال اوفيس بالنسبه لي او البام تيم اقدر بيزد على الابديتد برضو بموديل الموجود بالنسبه لي اربطه مع البلان بتاعتي، فاصبح عندي متغيرين، البام موديل كل شويه بيحصل لها ابديت والبلان برضو كل شويه بيحصل لها ابديت فيهم. وانا لما بعمل الجوب بتاعتي انا كل اللي بعمله بدوس ران وبتفرج على الكونستراكشن سيكونس بيزد على الموديل الجديد او الديزاين الجديد وبيزد على البلان الجديده، فبالتالي بنقدر نشوف موضوع الفور دي بشكل سهل جدا هو والكونستراكشن سيكونس بالنسبه لي. فاصبح ده هو الافادات الرئيسيه اللي احنا بنتكلم فيها بالنسبه لنا. طبعا بخلاف الاساسي بالنسبه لي وده كان الرئيسي فيها فكره الريسورس مانجمنت والليفلنج، ان انا ابقى قادر اشوف ايه الكميات بتاعتها، هذا المنظر السيء زي ما احنا بنقول، لا انا اقدر ابتدي زي ما بيقولوا اثموس الكيرف اوف يوسج بالنسبه لي كريسورس ليفلنج بعد ما بقدر اشوفها. اللي بيحصل ان احنا بناخد وقت طويل جدا عشان ابتدي احط الاكتيفيتيز والورك بريك داون ستراكشرز ولنك مع البي او كيو ايتم وراجع واطلع غلط والكلام ده كله. لا المره اللي فاتت اتكلمنا فيها ان اصبح اللينكدز ما بين البي او كيو ايتم، وهنشوفها شويه بعد لحظات، ما بين البي او كيو ايتم وما بين البلاننج اكتيفيتيز والكلام ده كله جاست دراج اند دروب وما لهمش اي علاقه. ده اتغير ده زي بقال خلاص، هو السيستم او المهندس اخونا الصغير اللي جوه اسمه زي بلدر هو اللي بقى بيري ابديت وري كالكوليت الارقام بالنسبه له كلها، وانا بقيت رجعت لشغلتي الطبيعيه كمهندس ان انا بمونيتور واوبتمايز وافوركست الموضوع بالنسبه لي واقدر اشوف لقدام زي ما بيقولوا. نبتدي نخش بقى اوف بيدنج سيستم او استيميشن كوست استيميشن، الدنيا تبقى ماشيه ازاي فيها. بيد ايزي بيد، لازم اي مشروع في الدنيا بدايه من عماره صغيره فيلا صغنطوطه كده الى مبنى مساحته معديه 140 و150 الف متر مسطح، كلها لازم ابتدي فيها ان انا يبقى عندي بنود مباشره هي داخله على طول بالنسبه لي في التسعير، بنود خرسانه، بنود اعمال، ودي اللي بيديها لي الاونر غالبا. في معايا برضو بنود غير مباشره دي اللي هي الاوفر هيدز بتاعت المبنى بتاعي والمرتبات اللي هي مش داخله في خانات زي ما بيقولوا، بالنسبه لي موجوده فيها مباشره. وفي كمان بالنسبه لي المخصصات والارباح والمخاطر اللي احنا بنبقى حاطينها كريسك ميتيجيشن برسنتج، المخصصات زي ضرائب وتامينات وخلافه، دي نسب كلها انا مش هروح احاسب الراجل بشكل او باخر اقول له لا ده انا البند المباشر عندي بكذا والغير مباشر، هو في الاخر كلها زي ما بنقول كده بتتضرب في خلاط واحد، في الاخر بقدر اطلع الكلاينت بيل او السعر اليونت ريت بتاع سعر العميل على البند مباشر. المشكله كلها ان احنا كنا بنواجهها سابقا ان هذا الاستراكشر واللي هنشوفه بتفصيل سريع بعد قليل فيها، كانت مشاكلنا كلها انه بتبقى على ديسكتوب بشكل او باخر سواء اكسل او اي كان الديسكتوب ابلكيشن اللي احنا بنشتغل بيه، فبالتالي بتكون المشكله كلها لا الجهاز باظ، لا الجهاز حصل له حاجه، انا مش عارف اشيره مع زمايلي الى اطلع له اكسل، يعني بقت فيها ايشوز كتير قوي، وحجم الاعتماديه وحجم الداتا وحجم المشاريع نفسها فعلا بدا يكبر. احدى المشاريع اللي كنا شغالين فيها كان طقم بس البيدنج تيم اللي كان بيشتغل بيسعرها كان معدي 60 65 مهندس بخلاف المتدربين او التدريبين. متخيلين حضراتكم الناس دي كلها شغاله بتسعر، اللي ماسك الاتش باك واللي ماسك الخرسانه واللي ماسك المعماري واللي ماسك البايبنج واللي ماسك الفاير فايتنج، كل ده تيمز شغاله على نفس الداتا وكل الناس دي بتسمع في بعضها زي ما بيقولوا عشان خاطر البنود مثلا الاداره الماليه في البنود الغير مباشره المخصصات وضرايبها وتغييراتها كل ده بيتغير لحظي. الكلام ده عشان كنا بنعمله بالطرق العاديه كطرق ديسك توب او طرق تراديشنال زي ما احنا بنسميها، فكان الموضوع بياخد ريسايكلينج وري وورك فعلا ما لا يقل عن 25 30 مره ما بين لا ده راح ورجع وبعت لي الداتا وغيرها لي وخلاف، خلاص الكلام ده كله اختفى، بقت كل واحد شايف الداتا بتاعته، شايف
بورشن بس من البيانات اللي هو بيدخلها، واوريدي على حسب صلاحياته وعلى حسب الداتا بتاعته بقى يقدر يشغلها. طيب ايه الورك فلو لو انا بتكلم فيها؟ اول حاجه في التامله دي، ان انا بقول في المشروع ده في عندي حاجه اسمها برايسنج تامبلت، اللي هو برضه هنخش فيها، اللي هو برص كل الريسورسز، كل ما بتزنق في ريسورس محتاجه، ريسورس ده اللي هو اسمنت، حديد، خرسانه، داكت، وايرنج سيستم، لوحه كهرباء، كل ما بتزنق في ريسورس من الريسورسز دي على مستوى المشروع كله، ببتدي احط له ايكويشن اوف كوستنج زي ما بيقولوا، بحيث ان انا لما اجي دراج ودروب الريسورس ده في اي بند وانا ببنيه او بسعره زي ما بيقولوا، الريسورس يبقى موحد، فلما بحب اعدله بعدله في مكان واحد، ويبتدي هو يسمع في كل الارقام بالنسبه لي او كل البي او كيو ايتم بدون ما اروح الفوم. ودي فعلا زي ما قلتها لحضراتكم حصلت كتير قوي معانا قبل كده، ان هو سعر اختلاف سعر الريسورس، ونتيجه ان الريسورس ده متكرر في اكتر من بند، فبالتالي لو انا غيرته في بند وما غيرتوش في بند، لا ده الراجل بتاع الاحتياجات جاب لي عرض سعر اغلى وارخص، فبيبقى فيها سلق. فهي خطوه رقم واحد ان انا لازم اعمل ما يسمى بالبرايسنج تمبلت، ودي اللي هو فيها على مستوى هذا المشروع فيها. وطبعا لما باجي ابنيها هنخش في تريكي بس كده، اللي هو لو انا باجي ابنيها الاي اي انجن اللي جوه بيقدر يسهل لي شويه اوبريشن، لكن دلوقتي فلازم احط البرايسنج تمبلت بتاعتي. نمره اثنين، لازم ابتدي ابني ما يسمى بالبي او كيو بيلدر بتاعي، ابني الجروبس والايتمز اللي تحتها بالكميات، واحنا بنجيبها اوريدي مباشره من الامبورت من الاكسل شيت اللي بيبعتوه لي الاستشاري. ببتدي احط البرودكشن ريت بتاعه الريسورسز اللي جايبينها من البرايسنج تمبلت على كل بند باختلافها فيها، مع البرايسنج اللي جاي لي من الناحيه الثانيه، بقدر ابتدي ابني ما يسمى بالدايركت كوست استيميشن. سوري. خطوه رقم ثلاثه، ببتدي اشوف الاوفر هيدز وببني برضو البي او كيو ايتمز بتاعتها، سواء الاستهلاكات او خلافه اللي انا محتاجها، بحط معدلات الانتاج اللي انا ببقى عارفها مع البرايسنج اللي جاي من البرايسنج تمبلت، بقدر ابني الاندايركت كوست استيميشن. عشان اوزع بقى الاندايركت او الاوفر هيد بيزد على الدايركت، احنا متفقين ان الموضوع كله ملوش اي علاقه، ان العميل بالنسبه لي او الاونر هو في الاخر هيحاسبني على البنود المباشره اللي فيها، فعشان اقدر اعيد توزيع الاوفر هيدز دي على البنود المباشره بتاعتي كان عذاب التنين صراحه. ليه بقى؟ لان انت كنت بتضطر تاخد، انت وده فعلا كانت في كيسز كتير جدا بتحصل معانا كده، انا عايز اوزع، فعايز اوزع كل البارت بورشن بتاعي بتاع الاوفر هيدز كمرتبات بتاع الاداره الرئيسيه، مش هوزعها كلها على المشروع ده، انا عايز اوزعها على بنود معينه، والبنود دي خايف للاونر يشيلها مني او للاستشاري ما يحاسبنيش عليها، وعايز اعوضها في البدايه. كان في فعلا حجم هسل بشع، وبالذات حجم اللينكج اللي حاصل ما بين توزيعات بنود الاوفر هيدز اللي احنا بنتكلم فيها كمرتبات واعاشه وموبلايزيشن والكلام ده كله، كان فعلا توزيعاتها على البنود كانت بتبقى صعبه جدا، وبالذات لما بشتغل بحاجه زي ما بنسميها كده ايه، اكسل بيزد شويه يعني، فالموضوع كان بيبقى صعب قوي. فبيزد على الاي بي دي عملنا حاجه اسمها كاتيجوريز وجروبس، او كاتيجوريز اهم كاتيجوري جروبس، اللي هو كل اللي انا بقوله، بلنك كل اعمال الخرسانه، كل اعمال الفاير فايتنج، كل اعمال مقاولين الباطن، كل اعمال تنفيذ، زي ما انت عايز احط جروبس اللي انت عايزها فيها. وهنشوفها بعد شويه ان انا بقدر اوزع دايناميكلي وانتجريتد بشكل كبير قوي، اقدر اوزع الاندايركت كوست بالاوفر هيدز بتاعتها على البنود المماثله ليها في الكاتيجوريز بتاعتها بنسب معينه، واوتوماتيك اول ما ابتدي اغير في اي برايسنج او في اي برودكشن ريت او في اي كوست استيميشن فيهم، هو لوحده بيعيد حساباتها مره واحده بدون اللجوء الى عامل بشري بشكل او باخر. بعد كده بقدر على اللاير دي كلها ببتدي بالفعل احط المخصصات بتاعتي كبرسنتج او كفاليوز على طول، ايكويشن بيز زي ما انت عايز، احط الارباح والمخاطر واقسمها زي ما انت عايز، زي اوقات كتيره جدا واحنا متفقين فيها ببقى عايز ازود نسبه ارباحي في بند معين عشان كميته كبيره، لكن في بنود تانية ببقى عايز ازود فيها الريسك
فاكتور اللي انا واخده نتيجه ان انا مش ضامن السب كونتراكتور اللي معايا بشكل او باخر او قلقان منها، فبالتالي حتى نفس البرسنتج او الفاليوز والكلام ده كله توزيعاتها على البنود كان برضو بيبقى فيها نفس المرار الطافح اللي احنا كنا بنشوفه، ازاي اقدر اظبطها والنسب، وكل ما اتغير نعيد الورك فلو من البدايه مره اخرى. لكن بوجود الكلاود تحديدا اصبح الموضوع كله الاي بي دي طبعا، لان الكلاود لوحده لا يعني شيء. ما انا ممكن اخد الاكسل شيت واحطه على شير فولدر على جوجل درايف، اكيد مش هيعرف يعمل الكلام ده كله. اللي بيعرف يعمله هو الكلاود ويز اي بي دي اند اي اي. في النهايه بقدر اطلع الفلاينج بيرل البلايه بتاعه الاونر بالنسبه لي، وكل الريليشن الستة ليفل اوف ريليشن او كومبلكسيتي زي ما احنا بنتكلم دول، وده طبعا عدد لا نهائي على حسب التنويعات اللي انت بتتكلم فيها. فاصبح الموضوع بالفعل ما شاء الله عدد لا نهائي من الالترنيتيفز، ومع هذا الموضوع بقى يتم بشكل سريع جدا. طيب حتى هذه اللحظه هل حد في عنده سؤال يضاح قبل ما نكمل ولا لا؟ تمام يا باشمهندس سعيد، في حد عنده أي إضافة برضه قبل ما نكمل؟ أوكي تمام. أول حاجة فكرة زي ما كنا بنتكلم في أول خطوة خالص، اللي هي فكرة الـ quantities والـ break points، وإن ده الإكسل شيت الطبيعي جدا اللي احنا معتادين عليه اللي بيجي لي على اكسل، اصبح بالنسبه لنا بقدر امبورت دايركت على طول باستخدام شويه مش اي اي قوي يعني، اكون صريح معاكم، بس باستخدام حاجات بقت بتقدر تفهم الفورماتنج والتمبلتس بتاعت الشيت او داتا ستراكشر بايا كان، ويقدر يخصصها لي على طول، مش محتاج ابنيها فروم سكراتش، والواحد بيقدر يفهم الكولومز ويقسمها ويبتدي يحطها. الخطوه اللي بعد كده اللي احنا كنا اتكلمنا فيها او حطيناها في الورك فلو، فكره البرايسنج تمبلت، وده شكل البرايسنج تمبلت بالفعل. كاتيجوريز، كل الكاتيجوريز الموجوده عندي دي، كل الريسورسز اللي انا محتاجها في هذا المشروع فقط لا غير. اتس اكويشن بيزد، بيزد على البرايسنج، ترانسبورتيشن، الاسكليشن، الويستج، الرننج كوست، الديبريشيشن، الهلاكات، الهاوسنج او لو فيها مخازن. في الاخر التوتال برايس، وده زي ما انا قلت لحضراتكم كلها اتس ايكويشن بيز، مفيش حاجه ثابته خالص. يعني حضرتك تقدر تدبل كليك تقول اه والله انا محتاج البرايس كذا، والترانسبورتيشن برسنتج ده مقدار قد كذا، والاسبيريشن بكذا، الموضوع مفتوح. بس ده هو نقدر نقول الكور اوف برايسنج بالنسبه لي. طيب في اثنين بيساعدوني صراحه وانا باجي ابني ريسورس برايسنج تمبلت اللي موجوده عندي هنا، ان رقم واحد ان الاولد برايسنج اللي تم بالنسبه لي لما باجي اضيف هذا الريسورس على المشروع اكس، هو لوحده بيفهم كل مشروع بيبقى ليه ريجون وزون وتايب بالنسبه لي. فلو بتكلم ان انا مثلا بعمل مشروع حاليا، شغالين في مشروع في ابها في السعوديه، فبالتالي اول ما هاجي كريت برايسنج تمبلت مشروع تاني في ابها في السعوديه من نفس النوع اللي هو ريزيدنشال مش كوميرشال مختلفه وخلافه، هو الراجل اللي اسمه زيلاندر اللي جوه ده بيفهم، ويبتدي اوتوماتيك يقترح عليا اخر برايسنج موجود استخدمته في المشاريع بتاعتي في هذه المنطقه من هذا النوع من هذا التايب، وكمان بيجيب لي البرايسنج من الليتست بي او في هذه المنطقه، بي او اللي هي بيرشيس اوردرز. فبالتالي انا بقيت بجيب حاجتين، اخر حاجه انا سعرت بيها لهذه المشاريع اللي موجوده عندي في هذه المنطقه من هذا النوع، وده مش محتاج الو ايوه يا مدام سعاد والنبي اللي في الدور الرابع ابعتي لي اخر مشاريع سعرناها، لا ما خلاص مدام سعاد بقت قاعده معانا جوه. هو الواحد اول ما بضيف الريسورس على التابلت برايسنج تابلت بتاعتي لوحده بيجيب لي اخر سعر انا سعرت بيه من الاقساط والمشاريع اللي فاتت، وكمان كمان بيجيب لي الليتست بي او للاوردرات اللي شغالين معايا. في كان باشمهندس سيد بيقول هل في نماذج متاحة؟ نماذج لإيه يا باشمهندس سيد؟
طيب باشمهندس سعيد، طبعا الفورم المستخدمة في حاجات بتبقى جاهزة فيها، وفي حاجات من حقك تقدر تعدلها، فالموضوع مفتوح يعني. طبعا اخر حاجة برضو اللي هي فكرة الليتست بي او، اخر اسعار انا اشتريت بيها في هذه المنطقة، في هذه الزون اللي احنا بنتكلم عليها، في هذه الدولة اللي بنشتغل فيها، فهو الواحد بيجيب لي ليتست برايسز فيها عشان ما ارجعش اتصل باستاذ حسين اللي ماسك مشتريات في مكتب الرياض مثلا، واقول له نبي ابعت لي اخر بي اوز انت اشتريت بيها، لا اصل الاسعار غليت، لا خلاص بقى استاذ حسين قاعد معانا جوه السيستم، فهو لوحده بيقدر يجيب لي اخر اسعار كانت موجوده، ليتست بي اوز طلعت في هذه المنطقه لهذه الريسورسز. فبالتالي اصبح انا كل ده اقتراحات، ما فيش حد بيجبرك تستخدم اي حاجه، بيجي لي اخر تسعير انا سعرته للمشاريع، وبيجي لي كمان ليتست بي او اللي موجود معايا. ايوه بالظبط، هو زي ما باشمهندس سعيد بيتعامل مع اخر سعر مباشر عشان اقدر ابتدي اشتغل عليه. هنا ده خلاص كده انا بنيت اللير الاولانيه، في 47 واحد كانوا قاعدين ورايا عمالين يغزوني، سواء بالاولد برايسنج اللي انا سعرت بيه، او الليتست بي اوز اللي انا طلعتها، وبالليتست ايكويشنز كمان. لو انا عندي اسمنت فانا عارف المعدلات الاهلاك بتاعته، بالذات في الشارع بتبقى حوالي 3 4%. لا لو بتكلم على البريكس فانا بالنسبه لي عارف ان معدلات الاهلاك، لا خلاص هو بيجيب لوحده كمان الليتست ايكويشن، بيقترح الراجل عليا ويحطها لي. من حقك انت تخش تعدل بيزد على اللي انت عايزه، بس في الاخر الموضوع متاح وبيسهل لي بقى زي ما قلت لحضراتكم مدام سعاد واستاذ حسين اللي كانوا بينشفوا ريقي في كل مشروع عشان ابتدي اسعر. فهنا حطيت كل الريسورسز، وكل ما مزنوق دي بتبقى شيرد كده سكرين على جنب، كل ما بتزنق في ريسورس وانا شغال بقدر ابتدي احطه. طيب كده انا حطيت الريسورسنج برايسنج، نيجي لفكره الكوست استيميشن. دي رقم واحد، دي بنود العميل بالنسبه لي انا موجود فيها، قدرت احط الريسورسنج والاسمبلي اللي انا بشتغل بيها كلها. هنشوف ايه فكره الاسمبلي ده زي ما بنقول. قدرت كمان اقول هي الكوانتيتي كبرودكشن ريت بتاعت هذه الريسورسز والاسمبلي اللي داخله في تكوين البي او كيو ايتم ده تبقى ماشيه ازاي. وكمان بالنسبه لي قدرت احط احسب على طول اوتوماتيك اليونت ريت بتاعت البي او كيو ايتم بمعدلات انتاجها. طبعا هنا فكره الاسمبلي والريسورس زي ما احنا كنا بنقول، ده طبيعي جدا ان انا زي ما احنا كنا بنتكلم فيها، خلطه ال 150 كيلو جرام على سنتيمتر مربع اسمنت مش عارف ايه، دي موجوده وبنستخدمها كتير باختلاف 150 250 350، بس لا ده انا بحط فيها الاجريكت والووتر والمش عارف ايه. فاصبح بالنسبه لي انا مش عايزها ريسورس، انا عايزها بتفاصيلها عشان اعرف اسعرها، واقدر اعمل لها دراج اند دروب على طول مباشر بمعدلات الانتاج بتاعتها اللي موجوده عندي في الكوانتيتيز هنا، واوتوماتيك من البرايسنج تابلت كل ما بغير بيعيد هذا التسعير، وبالتالي بيعيد تسعير البند نفسه على حسب الكميه. يعني 645 جنيه اللي موجوده بالنسبه لي هنا هي ناتج كل هذه الاسعار اللي هو ضارب معدلات الانتاج في سعر الريسورس فطلع لي على طول فيها. فاصبح بالنسبه لي كمان مش محتاج احط كل دول كفرد لو انا عايز انزل بهذا الليفل، وبعملها مره واحده وخلاص بتتركن بالنسبه لي في السيستم بتاع المشروع، والموضوع بالنسبه لي بيبقى خالص. طيب نفس الحكايه، بضطر اخش كمان على الاندايركت والاوفر هيدز وابتدي ابني البي او كيو ايتمز بتاعتها بالريسورسنج بتاعتها كبروجكت مانجر كونستراكشن مانجر سينيورز وخلافه، واحطها كارقام بالنسبه لي موجوده هنا، وهو برضو بحط الاحتياجات لو عندي فتره المشاريع وخلافه، وتبتدي ترجع تجمع لي كل الخانات اللي احنا بنتكلم فيها. بل بالعكس ان انا لازم بقدر احط كمان لكل ريسورس من الريسورس اللي موجود عندي في الاوفر هيد ما يسمى بالهيستوجرام، انا محتاجه مش في اول شهر، انا محتاجه في الشهور اللي بعد كده، لا ده انا هبتدي ازود على الريسورس وهو لوحده بيجمع الارقام دي ويحطها لي كمعدلات انتاج وابتدي اشتغل بيها. طيب انا بقى كده معايا اللي احنا لسه كنا بنشوفها بالنسبه لي هنا اهو، ايوه
كده انا عملنا الدايركت كوست استيميشن بالبرودكشن ريتس بتاعتها بالبرايسنج اللي جت من البرايسنج تمبلت، وعملت الاندايركت كوست بالبي او كيو بيلدر بتاعتها ايا كانت بالريتس، وجبت البرايسنج من الناحيه دي. بقي بالنسبه لنا الكاتيجوريز او الكاتيجوريز جروب، وازاي اقدر بوزع فعلا موضوع الاندايركت كوست استيميشن على الدايركت كوست استيميشن، وده اللي احنا كنا حاطينه هنا. ايوه هنا انا بقدر اعرف زي ما بيقولوا، بقدر اعرف كل البي او كيو ايتم غير مباشره زي المرتبات او خلافه بالنسبه لي، واقدر اعيد توزيعها على البنود المباشره بس كجروبس بقى، اللي هو مثلا ايه شغلان شغل الكل شغل الفورم وورك والماسونري والبلاستر وخلافه، وزع لي كل الاوفر هيدز دي بنسب معينه وكميات معينه من الاوفر هيدز دي، وزعها لي على كل الكاتيجوريز بشكل او باخر. طبعا عدد الكاتيجوريز اللي احنا بنتكلم هنا كاتيجوريز لا نهائيه، ما فيش فيها ادنى مشكله، عدل زي ما انت عايز وزود زي ما انت عايز ولنك زي ما انت عايز، وهو لوحده بيقدر ياخد بقى ده انا عايز اوزع جزء من المرتبات بتاعت الادمنستريشن فيز بنسبه 50% على الاوبريشن اللي بعدها. فاصبح الموضوع بالنسبه لي unlimited options، براحتي اقدر اعدي فيها زي ما انا عايز، وفي نفس الوقت updated وانتجريتد، وكل ما بغير الموضوع كل ما زي ما بيقولوا الارقام بالنسبه لي بتتغير بشكل كبير قوي. يجي بعد كده المارك ابس او المخصصات زي ما احنا بنتكلم فيها. فكره المخصصات دي بقى اللي هي احط مخاطر نسبتها قد ايه، التامين على كل كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي موجود عندي نسبته قد ايه، احط البونص والضرايب وخطابات، وكلها لايرز مبنيه على بعض. في الاخر بيطلع لي التوتال كوست اللي موجود عندي، واللي هو معتمد على الكاتيجوريز اللي متوزعه على المباشر والغير مباشر، اللي متوزعه على البرايسنج تمبلت. فاصبح كل الفيلم ده الكومبلستي ليفل اللي بنتكلم فيه ده كله، او اي حد بيخش يعدل في اي حاجه محدش عنده مشكله، هو المهندس الصغير اللي شغال معانا اللي اسمه زي بيلدر هو اللي بيخش ويابديت الارقام دي كلها ويعيد حسابات كل الريليشن بيزد على الاي بي دي داتا سبيكس اللي احنا بنتكلم فيها، عشان يطلع لك بالرقم. انت مش محتاج تجمع اي حاجه، وباصبح التيمز فعلا بتاعتنا اللي بتشتغل في المشاريع الكبيره شويه بالذات في الاستيميشن واعوانها، لا اصبح الموضوع بيبقى فعلا متاح بشكل او باخر، ومش ما فيهوش اي ري وورك او ريبيتيشن وورك. هو اي حد اللي شغال في الاتش فاك حب يغير برودكشن ريت يقدر يغير، الراجل بتاع السبلاي تشين حب يغير سعر حاجه بيخش يغير، والدنيا كلها بتسمع بدون ان انا اعيد حساباتي وشغلي مره اخرى. فاصبح الموضوع بالنسبه لي زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم كده هنا، بهذه الفكره اصبحت كل واحد فينا ماسك حته صغيره في الفلو ده كله، وبقى في الشخص اللي قاعد ورا هو اللي بيريكالكوليت الريليشنز وفاهم يعني ايه دايركت ويعني ايه اندايركت ويعني ايه برودكشن ريتس ويعني ايه برايسنج تمبلتس ويعني ايه ويستي ويستج برسنتج ويعني ايه ضرايب وتامينات بتتوزع على بنود معينه. خلاص بقى الاستراكشر كله موجود فيها. في الاخر بعد هذه الورك فلو الصغنن اللي احنا كنا بنعمله بالطريقه المانيوال زي ما بيقولوا، اصبح الموضوع اقدر اشوف بقى التوب شيت دي بنود العميل كلها اللي موجود عندي، قادر اشوف الدايركت كوست والاندايركت كوست والمارك ابس اللي محسوبه على كل واحده فيهم، ثم التوتال برايس، وبالتالي براجع اليونت ريت بتاعتي نفسها ماشيه ازاي. ده كله مباشر، واللي منه بقدر اطلع طبعا العميل بالنسبة لي عامل ازاي، العميل اللي هو البلاية فيها. اقدر اشوف الكوست كود او الكمباني كود بالنسبة لي انا عندي كام بند بكمية قد ايه وتكلفة قد ايه موجودة تحت اعمال الخرسانة العادية، نجارة الخرسانة العادية، القواعد، اعمال الخرسانة العادية، الاعمال الصحية. بقيت قادر اشوف، لان انا البنود نفسها كمان بتتقسم، بقيت قادر اشوف كمياتها والريتس بتاعتها وفلوسها، وقادر اتابع مستقبلا بالنسبه لي في البيدنج وفيها عشان قدرت ألنك هذا الموضوع كده. دي كلها الخاصه بالارقام، الخاصه بالكوست استيميشن كبرودكشن ريت كبرايسنج كتوزيعات مع بعضهم زي ما بيقولوا، حجم البيانات المتداوله ما بينهم وحجم الانتجريشن.
بس انا بالنسبه لي كراجل بتاع كوست استيميتر بشكل كبير قوي، ببقى محتاج وظيفتين اساسيتين معايا. الوظيفه الرئيسيه فيها الكوانتيتي سيرفي او حصر الكميات، وده صراحه زي ما هنشوفها بعد شويه كنا بينشف ريقنا بشكل او باخر في هذا الموضوع. فكان لابد من ان احنا يعني متبنيين فكره البم، فبالفعل انشانا ما يسمى بالبمر او البم موديول جوه زي بيلدر، اللي هو ببساطه شديده جدا كلاود بلاتفورم اقدر اخش عليه من الموبايل زي ما كنا بنتكلم، او التابلت بتاعي او الديسكتوب عادي خالص بدون اي احتياج لاي سوفت وير مخصوص. بخش عليه من البراوزر عادي خالص، اقدر اتفرج على الموديل بتاعي، اقدر انافيجيت وسيرش على الاليمنتس واكسبلور كل الكاتيجوريز والفاميليز وخلافه، اقدر اكومند ايزوليت واعمل كروس سكشن واتفرج على المبنى بالنسبه لي، وكمان اقدر اريفيو سواء بالكليبن بوكس وخلافه. نفس الحكايه بقدر ابيلت اب الموديل بالنسبه لي بيزد على ده، سواء الكونكريت وورك او الارشتكت او الستيل، واقدر اتفرج على الفول موديل بالتفصيل كل ده من على الموبايل زي ما بيقولوا، بدون الاحتياج الى سوفت وير، سوري هاردوير عنيف شويه وبالامكانيات بتاعته اللي كلنا كنا بننشف ريقنا مع الريفت صراحه، هو والتكله لما الموديل يبتدي يتقل شويه ولازم افتحه واحد واحد. فبدانا نقول طب ازاي اقدر استفيد من البم اللي اوريدي كان موجود معانا، اقدر استفيد بيه جوه شغلتي بقى ككوست استيميتر. من هنا كان اللي كلنا بنعمله اللي هو الباست 2 دي كوانتيتي سيرفيز بشكل او باخر، بعدي على اللوحه سواء يعني سواء بالطريقه المانيوال ان انا مطبوعه، او بقت في تولز كتير كمان بتقدر تساعدني بس ما تدينيش الابعاد. انا كنت بحصر اريات واضربها انا بقى في التخانات في دماغي واسمعها في الشيت وارجع احسب الكميات بتاعتها، وصراحه كان بيبقى مرار طافح. ليه؟ لان كلنا معتادين ان اللوحه رقم 42512 اللي بتجي لي في سادس يوم احنا لسه ما بدأناش فيه شغل، بضطر اعيد الموضوع كله فروم سكراتش، فبيبقى الموضوع صراحه في صعوبه شويه بالنسبه لنا. والله يا باشمهندس سيد، عشان كده انا بقول لك يا باشمهندس سيد، يعني الموضوع فعلا احنا كلنا بنقاسيه، بس احنا الفرق شويه ان حاولنا ان يعني بالفعل نكتسب من مدى المشاكل اللي احنا كلنا بنشوفها ومدى الصعوبة اللي فيها، ازاي نقدر نرجع لمهندسين ما نرجعش لداتا فاسيليتيتور وخلاف. طبعا اكيد تنورنا يا باشمهندس سيد من بكرة الصبح. فده اللي كان بيحصل فعلا، واعتقد لسه ما زال بيحصل، بس انا بعتبره الباست شوية بالنسبة لنا. اللي بعد كده بدأت تظهر فيه فعلا حاجات بالذات في البيم بلاتفورمز كتير، بقدر اشتغل فعلا على الاول 3 دي كوانتيتي سيرفيز، اعمل الموديل وخلافه. بس برضو دي طلعت من سنوات عده، وكان من اشهرها الريفت نفسه ان هو بيقدر اطلع منه السكادولز زي ما بنسميها والداتا شيتس او الكوانتيتيز والكلام ده كله. بس بلا استثناء صراحه كان برضو رقنا بينشف. بيزد على ايه؟ بيزد ان هي كلها برامج ديسكتوب، بيزد على انها كلها ما فيش اي ابديتس بقدر اعملها، بيزد على ان هي كل برنامج ديسكتوب بدماغه ايا كان هو عايز ايه، ده عايزها اسمبلي كود، ده عايزها تري ستراكشر. انا بساطه شديده جدا كل اللي عايزه عايز احصر الكميات بتاعت الاليمنتس بتاعتي على بنود الدراسه اللي انا بشتغل عليها. ده كان طلب بسيط قوي، للاسف ما حدش رد عليا من ساعتها لغايه دلوقتي، لغايه ما زنقنا دماغنا بقى وقلنا ايه هنعملها احنا. يعني ان انا ببساطه شديده جدا زي ده نكست زي ما بنقوله، بالشاشه بالفعل اللي هي بتاعت البيم اساينمنت دي، بنود العميل باليونتس بتاعتها بالديفينيشنز، ادي البيم اليمنتس موجود عندي، كل اللي بعمله بدوس على زرار اساين، بختار الاليمنت او البي او كيو ايتم بتاعي، واختار الكاتيجوري او الاليمنت او الفاميلي او خلافه اللي موجود عندي، واقول له عايزك تحصر لي الفوليوم بتاع كل الحيطان اللي موجوده عندي عشان اربطها بالاليمنت الفلاني، لا ده انا عايزك تحصر لي الاريا بتاعت السيرفيس اريا بتاعت الارضيات عشان احسب السيراميك اللي موجود بالنسبه لي، وبس بعمل هذا الكونكشن اونلي وان تايم.
فبقيت بفاجئ ان خلاص الكلاود بلاتفورم بتاعتي فهم ان هو بقى بيحسب لي، يقول لي والله خلي بالك ان البند الفلاني الكميه اللي موجوده فيه 632 متر مكعب، في مقابل ان اللي حضرتك حصرتها بيزد على اللوح وطلعتها على الموديل للبند بعينه 1264 متر مكعب، الضعف. بس مش مشكله، دي كلها حاجات صغيره. فكانت بالنسبه لي فعلا بتبقى مرار طافح ان انا كل اللي عايزه ان انا احصر كميات بتاعتي اللي موجوده، بما ان كده كده احنا متفقين ان وجد البم، فهو بالنسبه لي بيساعدني في فكره الفور دي، وبيساعدني في الكونستراكشن سيكونس، وبيساعدني كمان في حصر الكميات بدون اعاده شغل. لا، اللي هو حاجات انا ماليش دعوه، اللي هو حاجات اترفعت او حصل لها ابديت على البم، البم اترفع، انا ما بعيدش حاجه خالص، انا بخش على الشاشه اللي هنشوفها مع حضراتكم، هو لوحده المهندس الصغير اللي شغلناه عبد اسود معانا جوه اللي اسمه زي بيلدر، هو اللي بقى لوحده بيروح اول ما بيلاقي ابديت في الموديل او في اللوح، طبعا هو في الموديل كمان موديل، بيروح اوتوماتيك يجمع الكميات اللي كانت مربوطه زمان مع البنود بتاعتنا هنا، ويبتدي يحصر الكميات عشان يطلع لي شاشه واحده بس كنت ممكن اقعد فيها انا وفريق كامل من المكتب الفني، ربنا يديهم الصحه ويديني الصبر عشان نطلع الشاشه دي. هو ايه الفرق ما بين الكميات المحصوره او اختلاف الحصر المبدئي عن الحصر الفعلي؟ اصبح الريبورت ده من اعز الريبورتس على قلبي زي ما بيقولوا، اللي هو حاجه بتطلع اوتوماتيك ما بعملش فيها اي حاجه. العبد الاسود اللي موجود معانا جوه اللي احنا مكفرين سيئاته، هو اللي بيروح كل ما برفع له موديل جديد سواء معماري اتش باك الكتروميكانيكال فاير فايتنج، ملوش دعوه، هو حافظ مش فاهم، هو بيروح داخل حاصر الموضوع، وبالذات لو انا قايل له احصر لي كل القطاع الكاتيجوري بتاع الفاير فايتنج او الاتش فاك كادكتس او خلافه، هو ملوش دعوه، هو بيقفش في الكاتيجوري وملوش دعوه. او ممكن اوصل معاه للليفل الحيطه اللي على الشمال اللي في الدور الثالث اللي على الاكس سي 25، امسك لي الحيطه دي بس. فبالنسبه لي برضه الموضوع مفيش فيه مشكله، واربطوا لي مع البي او كيو ايتم الفلاني. لا، ده البي او كيو ايتم الناس حبايبنا بتوع الفنيه او بتوع الاستيميشن دخلوا، او المكتب الفني دخلوا غيروا مسميات البنود، لا زودوا بنود جديده، لا غيروا الكلام ده كله، ما بقتش فارقه معايا. انا ما بعملش شغل فروم سكراتش او ري وورك في الموضوع، احنا اجرنا هذا العبد الاسود عشان يقدر هو ينتجريت الموضوع كله مع بعضه. من هنا اصبح ما بين التو سيشنز بتوعنا اللي اتكلمنا فيهم امبارح الاسبوع اللي فات والنهارده، هي فكره البلاننج كسكاديولينج، واستفدتي ان انا بقيت بقدر بربطتي مع البدن بقيت اقدر اطلع الهيستوجرامات والاس كيرف واليوسج از كاش فلو وكاش اوت بدون ما يطلع عيني برضو في السكاديولينج بتاعتها، ولازم اوازن واطابق واسحب الريسورسنج باسعارها واعيد توزيع. لا، ده الريسورس اللي حصل في التسعير اختلف، فلا معلش والنبي يا باشمهندس محمد عيد لنا الريسورس سكاديولينج اللي انت كنت عامله، اصل احنا غيرنا البرودكشن ريت. وانا كنت للاسف بلطم جنبهم نتيجه هذه المشكله الشهيره في فكره الريورك. لا، انا خلاص ماليش دعوه، هو اوريدي السكاديولينج مربوط مع البي او كيو ايتم بالريسورسز بتاعته، الرابطه دي الريسورس اتغيرت، البرودكشن ريت اتغير، البرايسنج يونت ريتس بتاعتها اتغيرت، الاسمبل ريتس، ماليش دعوه خلاص. انا بالنسبه لي بقيت اتفرج على الكيرفات، ابص على الارقام، اطلع المشكله اللي موجوده فيها، ارجع لمين المهندس المسؤول اللي دخل هذا الداتا غلط وابتدي اعيدها له. فاصبح الموضوع بالنسبه لي كريسورسنج هيستوجرام كبرايسنج كاس كيرف ككاش فلو، الموضوع انا ما ببذلش فيه اي جهد نهائي، بذلته مره واحده في الاول خالص او لو في اي موديفيكيشن عنيفه، وبعد كده الربط ده خلص معايا. لو عندي بيم تيم طبعا في وجود البيدنج وفي وجود البلاننج، فانا قدرت اطلع حصر ابديتد وانتجريتد مباشر، قدرت اطلع 4 دي واتفرج على الكونستراكشن سيكونس، والاهم بالنسبه لي ان انا قدرت اطلع ال 5 دي ككوستات مع التايم مع الزمن بالنسبه لنا. فاصبح وده يا دوبك اول ربط بنتكلم فيه من المره اللي فاتت للمره دي ككونستراكشن مانجمنت بس فيها، ودي زي ما انا قلتها لحضراتكم كان بناء على موضوع فكره الاي بي دي مع الكلاود، ما اقدرش اعملها من غير وجود
كلاود لايرز اوف بلاتفورم مانجمنت قويه قوي، هي اللي قادره حافظه الكلام ده وعارفاه وفاهمه يعني ايه بادن، وفاهمه يعني ايه ريسورس، وفاهمه يعني ايه دايركت كوست، وفاهمه الكلام ده كله. الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم انا فيه تقريبا حوالي 5 سنين بنبني فيه يعني، عشان نقدر نسكيور شغلنا ككونستراكشن، مش احنا، هي شركه سوفت وير شقيقه معانا في الجروب يعني، هي اللي ما شاء الله شالت ده، بس احنا كنا نقدر نسمينا الكونسلتنت او الكونستراكشن مانجمنت كونسلتنت اللي معاهم عشان نقدر نظبط هذا الموضوع. فده لا تتخيلوا حضراتكم، زي ما كنت قلتها في البدايه، احنا حاليا بندير الحمد لله او عن طريق البلاتفورم يعني، وباستخدام المهندسين الاشقاء اللي معانا في الشركه، بندير ما يقرب من 25 مشروع من الميجا بروجكتس بتوعنا في مصر والشرق الاوسط، اللي فيها لو حجم اداره اعمال زي ما بنسميها مقارب لحوالي 40 مليار جنيه، بتايني ريسورسنج بشكل كبير قوي، وبقت الناس نفسها مش مضغوطة، مش طلعان عينيها، بل بالعكس رجعنا لشغلتنا كمهندسين، قادر امونيتور وكنترول واوبتمايز وفوركاست مشروعي رايح فين وجاي منين، مش بقعد العب على الاكسل او بروح العب في البرامابيرا شوية عشان اعك اللي انا كنت عكيته قبل كده في الريسورسينج او خلافه. لا خلاص، احنا بنحاول ارجع فعلا من شغلتي الطبيعيه اللي بدات استريح لها نفسيا، ان انا رجعت المهندس فيها تاني بكده. وعشان كده انا ما كنتش عايز النهارده ان شاء الله السيشن تبقى طويله على حضراتكم، بكده نبقى قدرنا فعلا نشوف اول او تاني سوري سيشن بالنسبه لنا في الكونستراكشن مانجمنت ما بعد السكادولينج اللي قلناه المره اللي فاتت، واتكلمنا المره دي في كوست استيميشن والريسورس ليفلنج وخلافه، ازاي نقدر نظبطه، وايه افاده او علاقه الكلاود بالنسبه لي. وزي ما انا قلت لحضراتكم يعني حتى اللي فيها الحمد لله الحمد لله بعض من الشركات العملاقه زي اوتوداسك وبنتلي وخلافه بدات تدرك ان في حاجه اسمها كلاود الناحيه الثانيه، وان هي دي نيو تكنولوجيز، بس للاسف كان في 2018 فيها الموضوع بالنسبه لهم خد وقت شويه طبعا نتيجه حجم الديناصور افكت زي ما احنا بنسميها، لكن لا، النكست ستوب النكست جنريشن مش بس كمان كلاود، مش بس كمان اي بي دي لوحده، مش كمان استخدامات الذكاء الصناعي شويه وتسعير الحاجات ومساعدتي. احنا بنحاول نطبق فعلا فكرة الـ AI او الذكاء الصناعي بالنسبة لنا، واحنا الحمد لله بورتنر مع IBM واتسون، وده واحد من افضل 5 AI انجن حول العالم يعني، احنا بورتنر معاهم فيه وبنطور لهم في حاجات فيه. ببساطة ان هو بيديني انديكيتور، بيسهل لي مدام سعاد واستاذ حسين، ويمكن لما نبتدي نخش في بروجكت كنترول ونخش في اللين افكتس والكلام ده كله، هنكتشف ان ليه استخدامات كمان في الفوركاست والاوبتمايزيشن ما شاء الله اقوى بكتير قوي كمان. هنا مساعد ذكي زي ما احنا بنسميه، ان هو بيقدر يساعدني بس بسهوله وسرعه زي ما بيقولوا، ان انا اجيب المعلومات بتاعتي فيها وبسرعه ويقدر يديني المعلومات. حتى الآن شكرا، هبقى في انتظار أي أسئلة من حضراتكم عشان نقدر نشوف. أرجو إن من الله بس عز وجل إن أكون عرفت أوصل لحضراتكم أي معلومة مفيدة. جزاكم الله كل خير يا دكتور، محاضرة ممتعة ورائعة، الله يكرمك دكتور. ربنا يخليك يا باشمهندس، الله يكرمك. أنا هفتح المايكات للناس كلها، لو حد عنده أي سؤال اتفضل. في سؤال، لماذا المسؤولية القانونية في حالة حدوث أخطاء بعد إعطاء المجال للتغيير في البيم موديل؟ في كثير من الأحيان تجد نفسك تعيد عمل الموديل للحصول على دقة في الكميات، ما هي تجربتكم في هذا الباب؟ ما شاء الله ده كذا سؤال، والكثير من الأحيان نتحدث
الإيجابيات للبيم؟ هل فرض طريقة عمل البيم لا يحدد كن المهندسين؟ الله يبارك فيك. طيب برضه مع باشمهندس عمر كده نرد عليها واحد واحدة. لمن المسؤولية القانونية في حالة حدوث أخطاء بعد إعطاء المجال للتغيير في البيم موديل؟ طبعا هي مسؤولية قانونية، دي كلمة كبيرة قوي باشمهندس شاكب. فبالتالي كلمة التغييرات طبعا هي بتعود دائما على الاستشاري اللي هو بعت لي اللوحة، هو ده دائما بتوقع في خاطره. انا بابلاي كبام موديل او كبام ديزاينر بشكل او باخر كل التفاصيل اللي جات لي في اللوحه الانشائيه والمعماري اللي فيها، فبين قوسين المسؤوليه هي على مسؤوليه الاستشاري، لان هو بيراجع، لازم يراجع بعديه الموديل. بالنسبه ل5 دي، في كثير من الاحيان 4 دي وال5 دي، في كثير من الاحيان تجد نفسك تعيد عمل الموديل للحصول على دقه في الكميات وخلافه. تجربتي في هذا الباب طبعا كلامك سليم، بخلاف إضافة صغيرة يا باشمهندس شاكب بس، ألا وهي إحنا بطبيعة الحال، ودي زي ما قلت لحضرتك حتى مع باشمهندس عمر يأكد لي، ممكن آخد مبنى مثلا زي اللي إحنا كنا شايفينه في البرزنتيشن أو في الديمو بتاعنا، آخد حيطة على 3 أدوار، هي حيطة واحدة بارتفاع ال3 أدوار وبعرض المبنى كله. طبعا دي لما اجي احصر الكميات بتاعتها بتطلع ارقام ما لهاش اي علاقه، ما قطعتش وما سويتش وخلافه. فكره البم، ودي اعتقد اتعلمناها كلنا بالطريقه الصعبه، سواء في يعني في التيم بتاعنا في بم اريبيا او بره حتى التيم بتاعنا في بم اريبيا، الفكره كلها ان انت لازم تتعلم ان انت البم مش سحر، البم انت بتبني المبنى بتاعك فيرشوالي. فبالتالي لو انا جيت حطيت السقف وجيت فعلا رفعت عليه الحيطه ورفعت العواميد، لازم تبقى الحيطه متظبطه ما بين العواميد وما بين السقفين، واعمل لها فولفيلنج كاني ببنيها فعلا، مش بستسهل بشكل او باخر ان انا بعملها جرافيكس بيزد اللي هي الفيرشوال بيزد، ان هو رحت طالع على حيطه. فبالتالي لو احنا فعلا المبدا الرئيسي بتاعنا كبم ان انا بنيت بيلدنج فعلا للموضوع، عملت له بلج او ريكونستراكت كاني ببنيه في الحقيقه بالظبط بس فيرشوالي، ساعتها انت مش هتواجه اي مشكله في اعاده الموديل بشكل او باخر. وان كان طبعا وانا متفق 100% من غير ما انت ترد، حجم الضغط الوقت وحجم ضغط الشغل وحجم التغييرات بتاعت اللوح وخلافه بتبقى اوبستكل عنيفه قوي، بس يبقى ساعتها ارجحها للحقيقه مش للبم. البم ما مفهوش بالنسبه لي هذا العيب، العيب دايما في تكرار اللوح كتير او اعاده اللوح من زماننا كتير، فبالتالي اعاده الموديل كتير. وطبعا طلب الاونر او الشركه اللي انا شغال فيها، انا هبعت لك اللوح النهارده، عايز البيم موديل اول امبارح، يعني هو مش هيستنى لبكره اصلا يعني. فدي طبعا مشكله ولازم نبقى عاملين حساب. السؤال الثالث، كثير من الاحيان نتحدث في الإيجابيات للبيم، هل فرض طريقة عمل البيم لا يحدد كل المهندسين؟ مش قادر أفهم السؤال صراحة قوي، بس هحاول أستوعبه على قد ما قدرت. طبعا بص، البيم في حد ذاتها مش حاجة، مش يعني مش حاجة سماوية، كل حاجة ليها بروس وكونز في الموضوع، لكن بشكل أو بآخر انا بقارنها بايه؟ انا بقارنها بالتراديشنال واي، زي ما احنا كنا بنتكلم على اللوح، او اجيب اللوحه واطبعها على البلوتر واعلم واقيس وعشان احصر الكلام ده كله، ولا لا ده انا كده كده محتاج البم عشان اطلع شوب درون، محتاج البم عشان اطلع كونستراكشن سيكونس. فبالتالي ايه المشكله ان انا لنك الموضوع ده واروح مطلع الحصر بالنسبه لي الابديتد؟ يعني اذا هي ليها مميزات وليها عيوب، وده لابد ان نضيفه، بس حتى عيوبها بحس ان هي طريقه الاستخدام، عارف بالظبط زي السكينه او المسدس، المسدس ممكن تدافع بيه عن نفسك او تقتل بيه حد. فالبم لا، ليها مميزات كتير قوي، بس لو انا مش فاهم الترمينولوجيز بتاعت البم او متخيل ان البم ده هو فقط 3 دي موديل، لا تبقى الغلطه عندنا انا كشخص. لكن لو انا فاهم الموضوع صح والبيلدنج ده اتس بام بروسيس وبام اكسكيوشن بلان وبام تيم بحاله بيعمل الموضوع، وقادر فعلا ان هو بيريكونستراكت المبنى بتاعي فيرشوالي، حيطه حيطه، عمود عمود، شباك شباك، ساعتها لا، ما اعتقد ان العيوب بتاعته هتبتدي تقل بالنسبه لنا بشكل كبير. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير، وربنا يبعد عننا جميعا ان شاء الله
أي شرور من هنا، ونشوفكم على خير إن شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الموعد.